بس لو شفتي طاهر شو عمل؟ جننا للدكتورة من الأسئلة، هو متحمس كتير. أوه؟ على أساس أنتي مو مثله؟ لو شفتيه بالعيادة كنت عرفتي قديش هو متوتر. إيش شي طبيعي، عادي كتير، لكن شو بده يتوتر؟ وأخوه كمان هيك، عملية التحكم نسيتي؟ والله بهالخصوص أنا بظن زودناها شوي، ومبارح أنتي كبرتيها براسي. لا، لا أبداً، اللي عملناه كتير منيح، هنن لازم يضلوا مراقبين حبيبتي، ما زودناها أبداً. هلأ طاهر آدمي بعرف ما بيعملها، بس مصطفى غير كلمة السر. ليش يعني؟ بدي أعرف من شو خايف. اليوم بتشوفي شو رح أعمل فيه. أما بالنسبة إليك شكريني، هيك المفروض لأني نبهتك. أي والله. اسمعي، ها؟ أنا ما بعرف ليش خجلانة منكم. عم حس أول مرة بعيش هالشعور، يعني لما حملت من فيدات غصب عني ما بتتصوري شو خفت. كنت وحيدة، كان عمري 16 سنة، ما بفهم شي. وقتها كنت أقول لحالي البيبي مو متمسك فيني، بس أنا متمسكة فيه. كان بدي إياه يجي على هالدنيا وأتونس فيه. وقتها ما كان في زلمة أطلع فيه بفرحة وخجل لأني حامل منه ومبسوطة بهذا الشي. حتى ما كان في حدا خبره بحملي ويفرح لي. خلصنا، مرقت وخلصنا، هلأ كل شي رح يكون حلو وكتير كمان. حلو كتير، ما هيك؟ أنا بستاهل كون مبسوطة. شو؟ طبعاً بتستاهلي يا عمري، وأكتر من الناس كلها كمان. هلأ صار لازم تخبريني بقى، شو قلبك حاسك؟ صبي ولا بنت؟ ما فكرت بالموضوع أبداً. هلأ قال سنية خانم حاسة إنه معك صبي، هيك قلبها قايلة، بس أنا عم قول إنه معك بنت. إذا بنت يعني ييت بده يتضايق شوي. ليش ييت؟ شو قصته؟ لأنه هو مفكر إنه إذا كانت بنت طاهر رح يحبها أكتر منه. إيه هي الغيرة الطبيعية، بده يغار منه شو ما كان جنسه، يعني أكيد رح يصير يغار، بس بيحبه كتير، هن بالنهاية إخوة. خير تركان خانو؟ ولا شي، ما تخافي نفس. من يومين شفتك بمنامي وكنتي عم تبكي. ما في لزوم تخافي، لأنه البكا بالمنام بيقولوا خلاص من الهم والغم. إيه؟ حبيت أسمع صوتك وأطمن. إيه ما قصرتي تركان خانو، نظر عم تحاكيكن. ما هي وأختها بيحكوا على الموبايل دائماً وبتقلي مرجانة إنها منيحة. الحمد لله، طمنيني عن مراد. إيه رح يكون منيح، الاثنين الله يقدم لهم اللي فيه الخير. إن شاء الله، إن شاء الله. يمكن يكون قلبك حسك. خير بشو؟ بإني حامل. عن جد؟ ألف مبروك، الله يتمم لك بالخير يا بنتي الحلوة. مبروك. شكرا. مرجانة وين؟ سلميلي عليها، أول ما يصح لي بجي. طيب حاولي تجي بأسرع وقت. يلا ألف مبروك، فرحت لك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.